Ya Allah, forgive me for any bad sins that I have committed. Ya Allah, please lead me and my family down the right path of Islam. Ya Allah, please reward us with good health. Ya Allah. Ya Allah, please استجب لي على دعائي. Please answer my dua. أنا كل أسبوع بعمل نفس الدعاء. أما أقول لك مش كل أسبوع، أنا كل ما صلي بعمل نفس الدعاء. يعني بستنى مرتين، ثلاث مرات، خصوصا برمضان. It's so important. ده أنا بقول لكل شخص يعمل دعاء برمضان. انا عايزه عريس امور يكون عيونه خضري 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 زي البحر، ولا البحر ده ازرق. يلي بتجيبه كويس. وبقول لك ايه، انا عايزه يكون طويل قوي 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 وعضلات مثل المزه. سامعني؟ مش بس كده، في موضوع، في دعاء تاني. ده انا قصدي دعاء. انت ما بتربحنيش اللوتري ليه؟ والنبي عايز اربح اللوتري. انا كل اسبوع بعمل ارقام ديفرنت. ومش بس كده، والله ده انا ما بغش بس ما بربحش. انا عايز اعرف ليه بتعمل فيا كده ليه. والله ده انا ما بغشش وانت عارف كده. خلص بيني وبينك، ربحني وما اقولش حد. اخلص لك السلام. خلص بقابلك بصلاة تانية. مع السلامة يا ربي. أنا خلصت دعائي كده، بس مع السلامة يا ربي. بدردش معاك بس أصلي مرة تانية. مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. والله ماني متابعة أني. خبريني وحياة الله، طول اليوم نايمين ولا عم نحضر شيء. شو هالرمضان متعبنا على الآخر. خبريني شو المسلسلات اللي عم تحضريهم عشان أبلش أحضر. وقال اركبوا فيها بسم الله مجد.